المشايخ وطلبة العلم في مقرها، إضافة إلى زيارة عدد من المشايخ والدعاة المعروفين لمقر الشركة من خلال لقاءات مفتوحة للإفتاء وتقديم المحاضرات والكلمات المختلفة والدروس المتنوعة وكل ما يلزم الحاج لأداء نسكه على أكمل وجه. كما يقوم الحجاج بالاستمتاع بالأجواء الروحانية واللحظات الجميلة التي سيقضونها بمرافق الشركة الداخلية والخارجية التي تم تجهيزها بعناية لخدمة ضيوف الرحمن. وتقوم شركة الميقات السعودية بتوثيق الرابط المعنوي ومد جسور التواصل بينها وبين حجاج بيت الله الحرام. حرصت الشركة على تقديم العديد من البرامج الثقافية وإقامة الحفلات وبث روح المتعة والسعادة في نفوس الجميع. قطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. حياكم الله مشاهدين الكرام، عدنا والعود أحمد، ومعنا الدكتور أحمد. حياك الله دكتور. الله يحييك. سعداء جدا بك بالحديث معك وباستضافتك. وبالمناسبة الدكتور أحمد الغصون يعني يمكن من الشخصيات المميزة اللي نحن نسميها يعني شخصيات متعددة المواهب. وتذكر يعني أول لقاء كان لنا يعني لقاء كان بين شاعر وطبيب وطبيب وشاعر. بالضبط. الله تلك الأيام. الله كان في برنامج يوم جديد. بالضبط يوم جديد. كنا في جمال الصباح وكان حديث ممتع بصراحة. تكلمنا فيه عن الهواية وممارستك للهواية وممارستك للتخصص، فحياك الله. الله يحييك. أنا سعيد بكم والله. الله يسعدك. طلعت كبار في السن أنت أبو عبد الله، كلام قبل كم 30 سنة؟ لا هو بس أيام كانت في الابتدائي، هو جابني وأنا في الابتدائي. هو المذيع وأنت مواهب. مواهب إيه. الله يحييك، شرفتنا وأنستنا، أهلا وسهلا. حياك الله حبيبي. يعني ما شاء الله تبارك الله، الطب والشعر لها رابط ولا هي إحساس يعني؟ والله يا أخي الطب بدأ طبعاً أنا قبل الطب شاعر، يعني بدأت بالشعر وتوسطت بالتجارة. بالتجارة بقول لك دخل في النص كمان تجارة ما نسيها. ما شاء الله ما شاء الله. وانتهيت بالطب. بالطب ما شاء الله الحمد لله. تعالج إيش اسمه التجارة والشعر اللي فيها إشكالية. بعلاج الروح. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يحييك. الله يحفظك. شرفتنا سلام. اللي يعني غير هذه المواهب ما شاء الله. الشعر طبعا نبدا مثلا بما انك تكلمت في الشعر، ورد الجوري يضحك. هذه كلماتك. ايوه بالضبط. طبعا هذا النشيد اللي ضرب في سنه من السنوات، وطبعا هو ضرب كنشيد وتجحفلت فرقه من الفرق. بتقول لكم ايش صار، في فرق هي اللي تبنت النشيد هذا وسوت شو يعني ذيك الأيام، فكان ما تقدموا في حفل إلا شيء على مستوى. وذيك الأيام لسه الجوالات بسيطة اللي عندهم أبو كاميرا، فأذكر كنا في شو اسمه في منطقة من مناطق المملكة في جيزان، فجت الفرقة قالوا ما راح نبدأ بالنشيد، النشيد هذا ينتظر الكل، ورد الجوري بلحنه الجميل، ورد الجوري يضحك. قالوا توقفوا الكاميرات الجوالات، طبعا هم كم واحد وتقدر تسوي كنترول الان ما تقدر، فوقفوا سووا متابعه كذا، اوكي ما في حد طمن وما في حد يصور، ونشدوها. ليش طيب؟ هم ظلوا كذا من باب تشويق يوثقون الحدث يعني. يبغوا حصريا على اساس بعدين ينزلوه في السوق. أيوة. على اساس يمشي ايام الشريط. شفت كيف؟ المهم تفاجئوا انه في ناس نزلوه قبلهم وهم لسه يقفلوا الكاميرات. ومشكله صاحب القصيدة ما يدري عن ما تدري عن لا نحن نزلناه في مع فرقة أحد الفرق. أيوة. ونزل في شريط سي دي. ويعني واكتسح السوق تماما. ايوه هذه الفرقة هي اللي ضربت على الفرقة ذيك. أيوة. اللي كانت شغالة على اساس انها. أيوة. ما تبغى المصنع حقوق الطبع في النهاية. حقوق. أيوة. الحفظ. أيوة. يعني طبعا. أيوة. طبعا ذيك الايام الامور طيبة. ذكرنا فيها دكتور احمد ولا كمان نسيتها؟ والله انا لا احفظ الشعر يعني تماما. يعني عندي قصائدك ما تحفظها؟ عندي اربع ابيات حافظها من قبل 20 سنه، وكل ما واحد قال لي هذا روح ارمي له اربع ابيات اشرد. طب ارمي لنا هذه الاربع ابيات خلينا نشوف. بس ينفع غزل ها؟ هو خير.
طيب ورد الجوري هذه لا غير ورد الجوري لا غيرها حافظ اربع ابيات يعني حافظ اربع ابيات اعطيكم طيب. لك طبعا على بال ما اي طبعا وعندي قصيده بس نسيتها برا لو امكن في اذا في استراحه ممكن قصيده اخر ما كتبت نجيبها نخلي الشباب يجيبونها مره ما في لا 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 يجيبوها يجيبوها الشباب سالم يجيب لنا اياها دحين اقول انا لست ادري ما الهوى لولاك لولاك انا مولدي قد كان يوم لقاك انا قد لبثت سنين عمري ضائعا فاتيت نورا فاتبعت خطاك واتيت حبا قد تملك خافقي فشربت حبك فاحترفت هواك انا عاشق ومتيم وشجاعتي سقطت واني الان من اسراك اسراك خلي يدي فلست من اسراك الله هذا الأسرى أنا يا حياة علوت فوق علاك الله أكبر الله أنا قاعد أحفر أدور الكلمات وحق ورد الجوري أيوة أي ورد الجوري يضحك صح ورد الجوري غنى 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 وادانا وادانا في ورد الجوري يضحك تضحك لي وأحبابي معانا أيوة ورد الجوري غنى وأدانا وأدانا والدنيا تضحك لي وأحبابي معانا طير السماء غرد في فرحة لقانا وعطر الهوى ردد يا محلى هوانا وأدانا 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 خف الجماعة يقفل التلفزيون من صوتي صراحة لا يا زيك ما شاء الله لا يا شيخ أبدا ما تعلى على الحاجب الله يعطيك العافية طيب والله من أروع الأناشيد كلمات وحتى اللحن جميل من الحانك هي ولا لا لا هي الحان أخونا إن لم يكن غلطان لا هي ألحان قديمة تراث ألحان تراث أيوة ألحان أيوة تراث لكن الكلمات جدا أيوة جميلة وصل أيوة وصلت الله يحفظك بالإنجليزي ما شاء الله شاه قصائد بالإنجليزي لا هذا الشغل ما تعرف الاقتصاد الحضرمي أيوة تطبع من ورا ومن قدام ما تخلي وصلها طب كيف تسوي بيزنس صح عشان كذا أيوة أنت قلت لي الشعر بعدين التجارة بعدين وصلت لل فكانت الأوراق كلها وش وقفة ما عندي كله كده الآن جاء الجوال ما عاد في أوراق أوفر أوفر الله يسعدك يعطيك العافية نقول شيء زي أعطينا نحن اليوم بنتكلم أصلا عن منطقة الراحة فخلينا نريح كده شوي كويس بعدين ندخل في اسمها عيد استثنائي أها حلو جميل في عيد غدرك ما عادت تفارقني ذكراك تهمس بين الجفن والنون عيد يمر على الأشلاء في جسدي كالنار تحرق في صمت شراييني والشيب موعد أجراس بناصيتي والموت يقبع بين القطن والطين والحزن نام على أشلاء ذاكرتي والآه يعرف في الدنيا عناويني الخلق أول من مروا على شفتي طعم الأحبة كالرمان كالتين والحب قبلي رهبان وأدعية والحب بعدي وسواس الشياطين ما هي فيها فلسفة غريبة هي. هي. يعني أول كان الحب أي كلام بعدين الواحد يوسوس له الشيطان والعياذ بالله خلاص يهلوس إيه ويتزحلط والحرف أصبح في كفي مئذنة تعلو السماء على رغم السلاطين طعم الحقيقة مسموم ونكرهه ما كنت أحسب طعم السم يغريني يا أنت دمعي موالا يقاسمني ليل الشتاء ولا نار تدفيني هزي ضلوعي قد ساقط الوجع وابكي لعلك بالآهات تحيني أستودع الأحباب في عينيك أسكبهم دمع الصلاة على آمال مسكيني يا أنت بعضك مفتون بقافيتي شعري فداك وأبياتي قرابيني يا أمة يا أمة العشاق في أحشائكم نطف كانت لها لغتي وحيا من الدين
كانت تسافر هذا البعد أغنية ظلت تهدهد مأساتي تسليني، واليوم أصبح دستوري فراغ. أيوة. الفحش يلبسه طوقا من الليني، واليوم عشقك صارت كل أحرفه بيني وبينك بين الكاف والنون. يعني المقصود إنه عارف كن فيكون، يعني يتغير الحب مباشرة، ما صار حب صادق. أبدو كأني في الأيام أذرعها صوت من الجن في آهات ملعوني، من قال أنك أجزاء بخارطتي، من قال أنك ما يعنيك يعنيني، ما كنت أحسب هذا الحب شبه عمي قد حز أوردتي وجدا كسكيني، ناديت بعدك كل الأرض ما سمعت أدعوك علك في الذكرى تلاقيني، إن كنت أعرف أن البعد يقتلني لا زلت أؤمن أن الوصل يبقيني، مات الشباب نحيلا في براءته ما ظل في سوى أشباح خمسيني، هذه النهاية لا صحب ولا وطن، إني أموت ولا غيري يعزيني. عزيني الله الله، انت صراحة معبرة وجميلة، واللي ها اللي مقصود على طول مفروض يتوب يعني يستغفر يعني جيت على الجرح يعني. سبحان الله، انت ذكرت فلسفة يعني المشاعر هذه التي لا يمكن ان انت ما تقدر تقيسها وتقلباتها وامزجتها وكيف تكون. وتذكر يعني في شيء من المأثور، يعني أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يعني الغلو في هذه المشاعر، لأنه صراحة أصلا مشاعر ضبطها صعب جدا، يعني صعب أنك أنت تضبطها، لذلك اللي يمسك بزمامها هذا يعتبر فارس ماهر يعني. وبعض الأحيان الواحد يسكبها سكبا فتريق دمه وهو لا يشعر يعني، وبعدين يندم عليها. فتلاقي كثير من الحالات النفسية يمكن سببها هذه المشاعر وعدم ضبطها. أنت أثرت سوقنا إلى قضية الكونفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة، جميل. أيوة جميل، لأنه يعني أنا وجدت أنه الدنيا، طبعا أنا تجاوزت 50 الآن في عمري، الله يطرح والحمد لله، الله يعطيك العافية، وعندي خبرة حياتية وتجارية وطبية وشعرية، فأصبحت الآن أشاهد فقط لا أتدخل، أحاول قدر الإمكان. يعني صارت الدنيا بالنسبة لي مسرح كبير، وأنا أشاهد وأشوف تصرفات الناس. وجدت الناس يعمدون في بالذات نحن يعني إلى الكونفورت زون أو منطقة الراحة. يعني خلينا أنا أقول لك على حاجة، مثلا نحن نسمع عن قضية فلسطين، قضية من 1948 إلى الآن 70 سنة بالضبط قفلناها ونحن ندعو، بس نحن جالسين ننتقل إلى نقلها إلى مؤامرة، وإلى أنها ما نبغى نتحرك مع الله سبحانه وتعالى. يقول إيش؟ وأعدوا لهم استطعتم من قوة، يحتاج إعداد نحن، بس عشان ما نعد نحن هذا الإعداد ونتعب ويكون يعني يكلفنا من الجهد والوقت والمال والفكر والبذل والعطاء، نروح لمنطقة نرتاح فيها نفسياً. ودائما نحن حتى في منطقة الحب، منطقة الحب وسكبه للحبيب هو منطقة راحة، هو يريحني كذا، لكن أنا لابد أن أكون يعني على قولهم فضفض، يعني لسن فضفض بالكلام بالضبط، ويعني وأرتاح. يعني أنا لو خليني أقول لك، أنا أحيانا مثلا الآن في سني أنا هذا خلاص صرت مستسلم، الأولاد أوكي، الزوجة، الأخوان خلاص أوكي، أنا مرتاح كذا، لأني لا أريد. أول كان لما يحدث حاجة بسيطة، مكتبي لو تغير مرسام فيه أقيم الدنيا ولا أقعدها. الآن يطلع أولاد أخواني وأخواتي يطلعوا فوقي ويلعبوا، وأنا خلاص وصلت إلى مرحلة أني أنا أبغى أرتاح فعلا، تروق تروق، لأنه أنت كمان هذا استهلاك لطاقتك. صحيح. أنت كم تبغى تعيش؟ إذا كان أنت ما استمتعت بحياتك صح، انت جالس هو رصيد زي شحن الجوال، جالسين بتشحن ب10 ريال ب100 ريال وجالس تسحب تستهلك تستهلك. فشوف، لكن منطقة الراحة هي منطقة للأسف تستخدم في السلب والإيجاب.
بعضهم اصلا ينتقل لها من مرحله مبكره يعني، ولسه ما وصل 50 ولا 40 لا هو عايش لا في الطراوه يعني في الطراوة. يعني عايش في منطقه صحيح يعني، انه يقول لك يعني تشوفهم الان احداث اسنان يعني صغار ويقول لك والله يا اخي الحياه انت ايش شفت في الحياه لسه احنا ما شفنا شيء يعني. فبالفعل يعني اصبح خلينا نتكلم عن دواعي هذه المنطقه، ليش الانسان ينتقل ابتداء لهذه المنطقه من مناطق يعني الواحد. خلينا نقول لو ضربنا خلينا بس بنرجع له بعد الفاصل. ايه طيب اوكي الله يسعدك، فاصل ونرجع لمنطقه الراحه ونكشفها اكثر، تابعونا. جلسنا في فناء الدار احبابا محبينا، وحلت انجم الجوزاء انوارا تنادينا. هذا البرنامج برعايه شاركونا الأجر في دعم عمليات عناية الجراحية التابعة للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى الفقراء عناية. تهدف الحملة لجمع مبلغ 7 ملايين ريال، وذلك لإجراء 1000 عملية جراحية. وصلنا بفضل الله تعالى ثم بكريم دعمكم. نستقبل الزكاة والصدقات العامة على الحسابات التالية، أو التبرع بقيمة 10 ريالات مرة واحدة، وذلك بإرسال رسالة فارغة إلى الرقم 5056 لجميع الشبكات. أكيد ودك تكتشف موهبة طفلك وترغب بدورات إعلامية لك ولهم، وطبعاً تحب تسوي زيارة خاصة لاستديوهات المجد، ودايم ودك تشارك في البرامج الجماهيرية وتقابل نجومنا، وتحب تضيف 24 شهر مدة إضافية على اشتراكك. لأنك مميز حبينا نميزك بباقة ولا أحلى. مجتمع المجد، استمتع بالعديد من المزايا الحصرية لجميع أفراد الأسرة، وكن جزءا من مجتمع المجد وسارع بالتسجيل. لمزيد من المعلومات عن كيفية الانضمام يرجى الاتصال على الرقم 011-22-577-77. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. الآن لشركاء ومحبي شبكة المجد، يسعدنا خدمتكم من خلال وكلائنا المنتشرين في المملكة العربية السعودية للحصول على أفضل خدمة. المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، القصيم والمنطقة الشمالية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. حقيقة أيها الأحبة، أدعوكم أدعو نفسي أن نساهم في هذا الصرح الكبير الجميل الذي يختم القرآن وأهله. وقف عبارة عن شقق فندقية ومشروع مبارك لخدمة القرآن الكريم في منطقة غالية من مناطق بلادنا المباركة في حفر الباطن، حيث هذه الجمعية المباركة تشرف على أكثر من 500 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، سواء للرجال أو للنساء، للكبار وللصغار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أستطيع أن أسعى في هذا الخير العظيم، أن أدعم مثل هذه المشاريع المباركة، مثل هذه الأوقاف العظيمة، مثل هذه الصدقات الجارية لي ولوالدي ولمن يعز علي. أيها الأحبة، يا للثواب ويا للجزاء. صيفك معانا غير، استمتع بمشاهدة جديدنا بالصيف مع باقة من أروع البرامج الترفيهية، وسوينا لك أفضل العروض. جدد اشتراكك الآن في باقة 9 أشهر فقط ب440 ريال، أو جدد في باقة 32 شهر فقط ب1249 ريال. اختر باقتك الآن. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
هذا البرنامج برعاية وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار. حياكم الله مشاهدين الكرام عودا والعود أحمد مع الدكتور أحمد في منطقة الراحة. كنا نتكلم قبل الفاصل إيش الدواعي اللي تخلي الناس يجلسون في منطقة الراحة وما يطلعون. خليني أذكر حاجة قبلها. جوستاف لوبون كاتي فرنسي في سيكولوجيا الجماهير يقول أن الجماهير لها عقل طفل وعاطفة أنثى. أيوة يعني نحن لما نسمع عن حاجة معينة ونجد أن هذه الحاجة لا تكلفنا شيء، فجأة مثلا حصلت عندنا مشكلة، يعني مثلا الأيام هذه في حاجة الشباب بيسووا أغنية ويطلع من السيارة والسيارة تمشي. ما أدري إذا شفتوها ولا لا. فهذه هي بالنسبة لي أنا راحة عشان أسويها، فأنا أعمد إلى أني أسوي الشيء هذا. أثر الجماهير عالي جدا في المظاهرات والثورات، حتى لا يكلموا الجماهير بالعقل، يكلمهم بالعاطفة، دائما بالعاطفة. ونحن نتحدث بالذات نحن شعوب عربية عاطفتنا عالية جدا 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 غير الشعوب الأوروبية والأمريكية. يعني الأمريكي لو أنت مثلا قلت له على فكرة لا مؤاخذة أنت فيك عيب الفلاني مثلا، أو أنت لا مؤاخذة أنت غبي، لا يقول لك لا أنا ماني غبي، خلاص أوكي شكرا مع السلامة انتهينا. نحن ما نستطيع أن نتعامل معاه. ما تعدي ذي فين تعدي هذه فيها يفصل يا حبوب فيها فيها رقاب تروح فيها. وهذا الأوروبي لو قلت له كذا يقول لك أوكي أيوه ما لا أنا ما هو يصحح لك المعلومة يقول لا أنا ترى ماني ماني غبي أوكي ماني غبي انتهينا ويمشي أحلى عشان كذا شعرهم أصفر وعينهم زرقاء. فاللي يجعلنا نروح دائما لمنطقة هو طلبنا للراحة، لأنه عكسها هو شيء يؤلمنا. يعني خلينا نقول نحن مثلا نبغى نضرب مثلا نقول انه احيانا في عمل معين نحن نسويه فنقول والله هذا نربطه بفائدة معينة، مع ان العمل هذا ما له علاقة، انت بتسوي شغل برا وهذا شغل. يعني ايوه جاني المثل، كنت عندما ادرس في الابتدائي كنت الحمد لله من الأوائل في المدرسة، وكان لي زميل من أظرف الناس وأنقاهم سريرة. يا سلام. فكان إذا جاء الامتحان يصوم. ما شاء الله. أقول له ليه صوم؟ قال عشان ربي ينجحني. ما يبغى يذاكر. ما يبغى يذاكر. يصوم. فهذه منطقة الراحة، هو أريح له إنه هو يصوم من إنه يذاكر. فهنا الربط. هذا فقيه ذا هو أفتر نفسه ما شاء الله. فهنا منطقة الربط، إنه أنا ما أبغى أسوي مجهود، زي بالذات البحث عن الوظيفة. صحيح. نحن مثلا عندنا كثير للأسف من الشباب يبغى يقعد في البيت ويبغى الوظيفة تجي من عنده، يقول لك يا أخي ما أعلنوا عن وظائف. كيف تبغاهم يعلنوا؟ يقول لك ما حد أرسل لنا. طيب أنت بضاعة، أعرض نفسك، سوق نفسك، أطلع للسوق ووري الناس نفسك عشان الناس تعرفك، لكن انت جالس في البيت ما حد حيجيك. وهذه منطقة حلو. الراحة. حلو. طيب انت حلو. بالنسبة لك منطقة الراحة تجدها فين؟ او على مستوى المراحل اللي اخذتها شعر؟ طبعا هي ليست مذمومة في كل الاحوال. لا. أي طبعا انت في حياتك لابد يكون لك. اكيد. ايوه. مثلا زي على مستوى الطب، بعض الناس ما يبغى يسوي فحوصات وتحاليل وكذا. بالضبط. خشية انه يكتشف. ايوه فيقول لك انا مرتاح كذا. ايوه. ويمكن لو بعض الوقت يحس ولا يقول انا مرتاح اني اعالج نفسي بكذا وكذا. ايوه شوية فيكس ومش عارف ايه ومش عارف وزنجبيل وحبحب. لكن لو سألنا الأستاذ أحمد يعني أنت فين تجد نفسك يعني أكثر شيء؟ أنت قلت كلمة أنه الآن يعني من العمر صرت ما عاد تدقر في الأشياء، الأمور تمشي وبالبساطة وهذا. هل هذه المرحلة تأتي لكل شخص ولا في ناس ما زالوا برغم كبر سنهم ما زال لا عندهم الوضع شوية رسمي خلنا نقول يعني؟ أنا في بالعكس ممكن تجد ناس كل ما كبر كل ما خلقه ضاق، أصبحت الأمور توترت. أول كان يعني ممكن يكون سمح شوية بس كل ما كبر. وفي عندنا بعض العجائز
الله يحفظهم شوية يعني نفوسهم تضيق. بس أتوقع طبيعي يعني إنسان من يكبر هو هذا الطبيعي، لكن أيوة. الأفضل إنك أنت أيوة. خلاص يعني. خلينا بس نرجع كذا شوية للمربع الأول، يعني أمثلة أيوة. ذكرتها إنه أحيانا إيش الدواعي اللي مثلا تخلي الناس مثلا يعيشون، يعني مثلا خلينا نتكلم بكل أريحية، طبيعة الإنسان تحب الدعاء والراحة طبعًا. والكسل طبعًا. فطبيعي إنه هو يعني ما وده يكلف نفسه أكيد. يعني أكيد. في المقابل الناس تخاف من التغيير، يعني عندها مقاومة كبيرة للتغيير، فالخوف ممكن يخلي يقول لك يعني لا. وحتى في الوظائف طبيعة الوظائف يقول لك يا أخي نبغى وظيفة يعني دوام زي الناس، ونبغى مدلة من الساعة 8، أما أجلس لك 5 العصر 4 يعني طويل ففي خوف في كسل في مجموعة أمور لو اجتمعت تخلي الإنسان يشعر يعني أو يعيش في هذه المنطقة ولا يخرج، يعني لا لا يعني الماء الراكد يأسن إذا ما خرج برا وغير يعني بالفعل يغرق مرة كثير. فنحن نقول للناس لا، الموضوع تماما مختلف، هذه منطقة الراحة هي منطقة مؤقتة وليست منطقة دائمة، أنت تعيش فيها في فترة من الفترات يعني تستجمع قواك وتستجم وتعيش، لكن المكث فيها طويلا طبعا يعني. والشيء الغريب اللي نحن برضو كمان نتساءل فيه أنه بعض الناس يقول لك هذه المنطقة تكون للناس اللي مرتاحين يعني عندهم فلوس لا ما لها علاقة كذا. أيوة مع أنه بعض الأحيان أتوقع أنه المال إذا زاد الواحد يعيش خوف أكثر ما يرتاح بالضبط ولا لا؟ أيه. يعني أنت قلت نقطة جدا جوهرية اللي هو التغيير. الخوف من التغيير، دائما نحن نخاف من التغيير، ولكن التغيير هو سنة الله في الكون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وزي ما قلت الماء الراكد يأسن صحيح. يأسن يعني لا يمكن أن تعيش الحياة، والشمس إذا ثبتت رحنا فيها نحن صحيح. لابد أن يتحرك كل شيء. أحيانا تجي إلى مدير في دائرة ويقول لك والله أنا لي الحمد لله 30 سنة على نفس النظام. يا راجل خاف الله 30 سنة أنت نكبت الدوري على قولهم حرام عليك 30 سنة مش ممكن. إذا كان أنت إنسان ما تتغير الآن الأشياء، نحن في الطب اللي كنا نقول قبل 10 سنين نستخدمها بطلنا نستخدمها. قبل 10 سنين كنا نقول لمريضة الزايدة اصحوا تعطوه مسكن للألم عشان ما حنقدر نفحصه بعدين. الآن أول حاجة نعطي له هي مسكن الألم. سبحان الله. أيوة. وهذا في الطب في الإنسان، فما بالك في أنت الآن في عالم تقني عالي جدا متغير. يا إلهي أنا قبل كم يوم جالس أشوف إذا كان سمعتوا عن تقنية جديدة اسمها الهولوغرام. هذه كارثة، حاجة في منتهى الروعة، انك انت ممكن تجيب اعز الناس في اخر الدنيا يجلس معاك ويتكلم ويتحاور. واستخدموها في مدينه الملك عبد الله أيه. في ثول، وكان جاب محاضرين من برا أيه. وهم خارج المملكه يعني بتقنيه 3D كانه يعني عايش معاك كانه موجود أيوه. وحتى برضو في قنوات تلفزيونيه سووها في استضافه مثلا لاعبين داخل الاستوديو انه هو معاك يعني داخل الاستوديو وانت شايفه يعني هو في مكان وهذا في مكان بعد المشرق والمغرب. نسوي الحلقه الجايه ممكن نستضيفك وانت خلاص انا بروح البيت انا وانت تجيبوني بالهولوغرام لا لا معضف ثاني انت عندنا خلاص يعني بالفعل يعني. ولذلك ابعد الناس عن التغيير هذا اللي هم ما يواكبوا التغيير طبعا، يعني هم متخوفين هم ترى برضو سنة الحياة هذه الناس تقاوم التغيير. حتى أنت لو تبغى في بيتك تبغى تسوي شيء تقول لا 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 خليه كذا. في مثل يقولوا تمام أهل الحجاز يقولوا لا تكشف مغطى ولا تغطي مكشوف. يا سلام أيوة هذا اللي هو يبغى منطقة الراحة. التغيير عنصر من 3 عناصر لابد أن ننتبه لها. حلو. التغيير والإدراك والاتصال، وهذا أنا سميته مثلث الحياة اللي هو التغيير أيوة. والإدراك والاتصال أو التواصل. حلو. كوميونيكيشن. حلو. يعني عشان أنت تتغير صح لابد أن تدرك. نحن عندنا الإدراك من أصعب الأشياء. في قصة سيدنا موسى أدرك سيدنا موسى أعمال الخضر على أنها أعمال خاطئة، قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الحائط، ولكن في النهاية وجد أن هي أعمال صالحة في مقابل أيه في المقابل هي كانت تخدم. كذلك قضية التواصل، أنت الآن التواصل للأسف يعني يجيك السواق هيروح يجيب لحاجة الفلاني هو ما عارف، تقول مثلا جيب، أنا دائما أضرب المثل هذا، جيب لي فلفل، طب لو جاء فلفل أخضر
مقبولة. لو جاء فلفل أحمر مقبول. لو جاء فلفل أسود رومي شطة كريستال أي كل حاجة أي حاجة حيجيبها صحيح مقبولة مقبولة. فهذا لا تلومه لأنه في حاجة زي اللغة بينك وبينه. الرسالة أيوة الرسالة اتصالية ما وصلت بشكل كامل. والتواصل في مرسل ومستقبل ورسالة في النص وفيدباك أو رسالة ارتجاعية. جميل جميل جدا. احنا ايضا من باب التغيير حتى لا يغير على المخرج يقول لنا انتهت الحلقه خلينا نغير ونرجع للقصائد الجميله. القصائد ما الدفتر هذا ايش سره هذا؟ والله هذا في بعض القصائد قصيده واحده. لا يا شيخ ايوه الباقي حسابات والله صح ما شاء الله عليك التجاره هو قال لك التجاره شوف اذا في شيء شكل القصائد ما تجيب ما في رباعيات ثنائيات ما في رباعيات ثنائيات بس بالمناسبه أيوة. أنا بسألك كيف صحة الوالدة؟ الحمد لله صحتها إن شاء الله طيبة والله الوالدة في خير أجرت عملية أيوة أجرت سأل الله أن يمتحها بالصحة والعافية يا رب ومن هنا أدعو لها بالشفاء وأتمنى أن ترضى عني فإن هذه الوالدة والله أقول قصة عنها إذا تسمح لي هي تفضل أنا اكتشفت أن والدتي لا تقرأ ولا تكتب ويمكن أنا في نهاية الابتدائي أو في المتوسط لأني كنت وحيد لم أكن معي أخوان وكانت هي تسمع لي بس هي ما تعرف تقرأ فكانت تمسك الكتاب ولما تشوفني أتلكلكت كده وتربشت يلا روح خد راجع مرة ثانية يا الله وعلى أساس إن هي وهي لا تقرأ ولا تكتب لأن هي ما أخذت حظها ولكنها الحمد لله كانت تحرم نفسها من كل شيء عشان دراستي الله يحفظها الله يطول بعمرها ويلبس عليها لباس ولعل هي يعني شعرت بفضل من الله عز وجل ثمرت يعني تربيتها الحمد لله فيكم يا دكتور اليوم لله. موعد فك الغرز ان شاء الله تعالى مين بيفك لها الغرز انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فك الغرز بسيطه يعني مش مزه العمليه انت تقول بسيطه ما عندهم بسيطه احنا عند الجرح هذا تروح المستشفى وتنتظر سنه نص ساعه وهي دقيقتين لا الله يمتعها ما شاء الله تبارك الله تعود فقط اسال الله ان يلبس عليها بالصحة والعافية ويشافيها ويعافيها ويطول بعمرها يا رب العالمين امين ويرزقك برها امين ويرزقنا بر والدي ووالدينكم ان شاء الله تعالى انه كذلك والدي من الناس الذين حفروا في الصخر ولله الحمد وقاس ما قاس وهو رجل عصامي جدا 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 وبدأ لم يبدأ من الصفر بدأ من تحت الصفر ثم وصل الصفر ورجع وانتكس مرة أخرى والحمد لله الله يحفظه لأنه رجل صالح وما شاء الله دائما يعني كل ما أسأل عنه هو في المسجد الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه ويطول بعمره الله لكم أهاليكم ويحفظ أبا وأمهات نحن ما نبغى نحن في منطقة الآن ما هي منطقة راحة نحن منطقة خلينا نقول تبصير بمفهوم الراحة بعد شوية نبغى ندردش برضو في كيف نحن نخرج من الراحة بحلول شوية عملية بس بعد هذا الفاصل إذا سمحت لنا احنا فواصلنا نخلي برضو المشاهد ياخذ راحه ونحن ناخذ منطقه راحه يا سيدي طيب شاهدينا فاصل ثم نعود ابقى معنا جلسنا في فناء الدار احبابا محبينا اشكر الاخوه في شركه الميقات على حسن الضيافه وعلى حسن الاستقبال وعلى حسن الترتيب فما وجدنا منهم الا كل خير وما وجدنا منهم إلا كل أمر يعني يسر للحجاج حجهم وكانوا خير من يعين على أداء عبادة الله سبحانه وتعالى وأداء هذه الفريضة كما يحب الله سبحانه وتعالى حرصوا على تعليم الناس ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به ورسوله وحرصوا على توفير وسائل الراحة لهم وكذلك مما أعجبني في هذه الشركة المباركة حفظهم لنعمة الأكل فهم لا يرمون شيئا من فائض الطعام إنما يوزع على الحجاج ويحرصون على ذلك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم مباركون أينما كانوا وأن يوفقهم للعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال في الحقيقة أن حجيت بفضل الله عز وجل مرات عديدة لكن هذه كانت متميزة جدا لعدة أمور أولا لهذا التنظيم المتميز بفضل الله عز وجل في هذا المخيم المبارك حملة الميقات وجدنا من إخواننا أولا دماثة الخلق وصدق المعاملة والاهتمام يعني نحسبهم والله حسيبهم يعني يتعبدون الله عز وجل بهذا العمل
الله أن يوفقهم وأن يكتب أجرهم وأن يعلي قدرهم ويرفع منزلتهم. ما وجدناه من حفاوة وتكريم واستقبال وتوديع غني عن التعريف. أسأل الله أن يوفق الجميع وأتمنى أن تتواصل الجهود وأتمنى أن يتواصل التواصل فيما بيننا. أسأل الله أن يوفق الجميع. كلمة شكرا قليلة في حقهم، لأنه لقينا أمور لما يقولوا تفرغ للعبادة فعلا تفرغنا للعبادة، ما شلنا هم أي حاجة. الله يجزاهم بالخير وكثر من أمثالهم ويبارك فيهم إن شاء الله. وفي نهاية هذه الرحلة الروحانية يستقل الحجيج الحافلات الخاصة بالشركة متجهين إلى بيت الله الحرام لتأدية طواف الوداع، آملين من الله عز وجل أن يكون حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا وتجارتهم لن تبور. وختاما نسأل الله الإخلاص والقبول فيما نقدمه لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة اليوم. اليوم ضيوف جميلين ورائعين صراحة، وإحنا في منطقة الراحة وفي فقرة الراحة ومرتاحين. أنا بالنسبة لنا مرتاحين مع ضيفنا الكريم، مرتاح معنا عسى جدا، الأمور طيبة، الله يحفظك، السليم في السليم ترى السليم. الشعراء الواحد يخاف منهم ليه؟ هذا والطب برضو باب أولى. يعني الواحد يدخل عند دكتور هو لا يحتك لا يتنرفز، دكتور يصرف له دواء ثاني. والله الأيام هذه صار الدكتور يخاف من المريض. من المريض؟ لا يا شيخ بالعكس. ما تشوف الحوادث اللي سايرة؟ الله يستر. ليه بعض الدكاترة غالبا أو أغلب الدكاترة، أنا قلتها مرة مرة، الجو عندهم كهرب شوية؟ لا يا أخي، أنا استغرب. يعني هو من المفترض أن الطبيب يعني يكون، أيوة، يعني أنت، أنا كمريض رايح للطبيب مسلم كل حاجة، صح، كل جسدي وفكري، صح، وعقلي، صح. يعني فما أعرف أنا ليش يتعامل الأطباء، هو رايح يبحث عن منطقة راحة. بالضبط يا سلام. ويحصل منطقة كرفسة. حلو كرفسة، حلو يكرفس الدكتور. أيوة يكرفس الدكتور ويدي له. طبعا للأسف لما نخش الحس التجاري في الموضوع، أي هذا مشكلة، هنا يفقد الطبيب. يعني لما يجي يفكر والله كم أنا مريض بدي أشوف، وكم هاخذ من كل مريض، وكم مش عارف إيه، فهنا تبدأ وأفرق بين مريض ومريض ومريض، أشوفه لابس حلو يصير معناته عنده فلوس ومريض. بس هذه ممكن تزول في حياتنا كلها، مش فقط على مستوى الطبيب، طبيب، تاجر، معلم، طيار، معلم، إذا وضع نفسه مكان الشخص هذا اللي قدامه. أحسنت. الآن معلم، أنت كيف تريد أن تعامل؟ هل تعاملك مع الطالب يليق لو أنك أنت طالب؟ الطبيب الآن، أنت يا طبيب لو أنك مريض بتمرض، أنت مصيرك يعني تتقبل التعامل هذا اللي تسويه مع المريض؟ طبعا. في حياتنا كلها، الأكل، مصداقية المطاعم اللي نشتكي منها والأكل وكذا، هل أنت ترضى الأكل هذا يقدم لك لو أنك زبون؟ بالصبت. تنحل الأمور كلها طبعاً. وهي مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حب لأخيك ما تحب نفسك. هو الإشكالية طبعاً، أنا وجدت أنه يعني خليني أذكر مثال، عندما عملت العملية للوالدة كان الدكتور جراح المخ والأعصاب للأمانة في منتهى يعني طولة البال، وشرح كل حاجة بالتفصيل، وكان عنده أمانة عالية جداً وضمير حي. فأتمنى والله على الدكاترة يعني، وبعدين ما في شيء، يعني أنت ممكن تأخذ حقك بس المريض تعطي له حقه، لأنه هذه أمانة أمام الله عز وجل، والله سلام. سبحانه وتعالى سيحاسبك. يا سلام. لا ما يعني نحن يمكن ترى على فكرة المريض عندنا مريض يعني خلينا نقول طيب جدا ومتواضع المطالب، صحيح. ما يطلب منك شيء كثير، لكن أنت لو كنت برا واشتغلت لازم تبين للمريض كل حاجة، لأنه يقاضيك أنت لو ما. هذه خاصة في الآونة الأخيرة فعلا لاحظناها، أنه
صار الدكتور لازم يقول للمريض قبل العملية راح نسوي لك عملية كذا وراح يكون كذا ونسوي كذا وكذا، هذا ما هو مو مخيف للمريض والله شوف يعني أول كان زمان ما يقولوا يعني هي الآن تغيرت إلزامي صار الشيء هذا هو إلزامي نظاما هو إلزامي لكن الطريقة يعني أنا الأسلوب أيوه الوالدة أنا عارف كانت العملية اللي حصير للوالدة لكن الوالدة جاء طبيب التخدير شوفي العملية ترى كبيرة العملية حكون فيها نزيف أنا خفت الآن أيوه أنا كلنا خفنا أنا خفت كيف عدلة بالضبط يا شيخ مسكينة والله بهذا الشوف بعدين جرى أنا ما كنت في المشكلة كانت أختي معاه فبعدين مسكته دكتور ما ينبغي الله يحفظك يعني أنت والحمد لله العملية مرت ولا صار في نزيف ولا صار في أي مشاكل بفضل الله عز وجل ليه ولا الآن الآونة الأخيرة والله أصبح بعض الدكاترة طالع في المريض يقول انت لسه عايش اعوذ بالله يا اخي كيف تطلع الكلمه هذه من فمك يا اخي يا اخي اديله امل هو جاي رامي حمله كله عليك منتظر بصيص امل منك اذا تسمح لي اذكر قصه لاحد الزملاء صليت صلاه الجمعه وانا خارج قابلته وهو مهموم تشبك يا فلان قام قال لي شوف وراني منطقة الغدة الدرقية هنا قلت له اشبه قال له شوف متورمة قلت له طيب ايه قام قال لي قالوا لي عندي سرطان مين قال لك اخذ عينة سوي قال لي لا بس فحص الدكتور قال لي عندك سرطان قلت يا راجل نص البشر اللي ماشي في الشارع هذولا عندهم غدة وتاخذ لها حبة اذا كانت مرتفعة الثيرويد هرمون الثيرويد اذا كان مرتفع تاخذ حبة يخفضها وإذا كان منخفض تأخذ حبة يرفعها بالله عليك يا دكتور الرجل انفرجت أساريره وانبهاج ومش عارف ودكتور آخر حطمه وكان عنده سكر مسكين حصلنا السكر حقه كمان مرتفع يا الله يا الله فنداء والله للأخوة الأطباء أن يكونوا فعلا ما شاء الله سلام جاب الغنائم والله هذا شيء غنائم. هذه طبعا الجوائز حقت المتسابقين وهذه كيك حنقول لكم قصتها لما يقولون يعني الوقت انتهى طب نساعدك كذا في الاكل ولا في حنقربها بس خلينا نكمل حديثك جميل انا ما حبيت اقطعه والله جدا الله يحفظك طيب يا دكتور احمد لو شخص يسال يقول انا كيف اصل لمنطقه الراحه المناسبه لي ايوه مثلا شخص يقول انا في البيت اصلا لكن عندي اشكاليه في البيت اني مخنوق في البيت مثلا خلينا نتكلم على مستوى البنات او كذا ما عنده اللي ما هي موظف ولسه طالب وكذا كيف يعني اصل لمنطقه الراحه هذه الموظف تعبان يشتكي ويقول ما ادري ايش والله تعب والعاطل احنا ما نبغى نوصل لمنطقه الراحه اللي بالك احنا نبغى نطلع من منطقه الراحه ايوه هو نحن عندنا منطقتين ايوه نحن عندنا منطقتين في منطقة الراحة الاعتيادية لهذا الاستجمام وكذا وأتوقع نحن حديثنا غير منصب عليها لأنه هذه طبيعة النفس البشرية تحتاجها وأصلاً صحيح. اللي يشتغل بدون هالمنطقة راح ينتهي أنا كنت أقصد هذه أيوة يعني لكن المنطقة الثانية اللي هي منطقة الخمول والركود وعدم الحركة في الحياة والاستسلام وبعض الأحيان بعضهم يأخذها يمكن زي ما تفضلت في بعض القضايا يمكن يأخذها كعلاج وطريقة التعامل مع يعني مثلا واحد يقول لك يا أخي والله نحن طبيعة عائلتنا فيها مشاكل فأحسن شيء ابعد عن الشر وغني له لأن طب هذولا رحمك يقول لك ايش تسوي تروح مشاكل خليك بعيد فهذه منطقة نحن نقول لا غلط انك انت تكون بعيد هذه صلة رحم وهذه شيء راح يسألك الله عز وجل عنه فلا بد انك انت وجمال الحياة في إنك أنت تدخل يعني الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل يعني أنت الآن الصح مو هم الصح طبعا لكن هذا الصح تقول اتركهم خليهم بحريقة مدري إيه لا ما هو صحيح أبدا يعني العقل والشرع لا يمكن أن يقول لك أنه تتعامل بهذه الطريقة فنحن نتكلم على المنطقة هذه يعني كيف نخرج منها وإن كان بعض الأحيان من دواعي المكوث في هالمنطقة بعض المبررات اللي قالها أخونا علي قبل شوي يعني واحد يقول لك خلاص نحن سئمنا خلينا نبعد ونريح ونبعد عن فهو يبغى يطلع بالاستجمام والرجال يطول في المنطقة هذه فيعيش في المنطقة السلبية اللي نحن كنا كيف يخرج منها يرجع لحياته الطبيعية أنا أعتقد أنه غياب الهدف أو خلينا نقول بالعكس وضوح الهدف
هو أهم المخارج من هذا. جميل. أيوة يعني نحن للأسف أنا وجدت كنت أعطي دورات في التخطيط الاستراتيجي متعطي حتى مع أساتذة الجامعة وكيف نحط أهداف. المثل السائد دائما يقول أن الأهداف التي لا تكتب ولا تؤرخ لا تتحقق. أحسنت. نجي نحن للأسف تقول للطالب أنت إيش تبغى؟ إيش تبغى تسوي في حياتك؟ الأم حتى المعلمة حتى الطبيب والطبيبة يعني الحياة هي حياة يومية روتينية. هذا واحد. قضية القراءة أنا والله أنصح الجميع. سلام. يعني علم أنا المعرفة. أيوة العلم والمعرفة والله شيء جميل. حياة. حياة والله يا أخي دنيا ثانية. وكلما تقرأ تعرف يكبر عندك حجم الجهل. ممكن. شوف ليس المعرفة الجهل. حسنا. تعرف أنك أنت أنا والله الحمد لله الفترة هذه سيرت شوية في هفة. هفت قرائي إلى درجة يعني أحيانا أسحب بالثمانية ساعات وليست هفة وإنما قرار صاحب والله بس جميل خلاص لأنه يقولوا كلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بجهله. إي والله يعني متى تعرف فعلا. أن أنت الكمية فعلا. اللي أنت تعيشها من الجهل إذا عرفت إذا ما عرفت الأمور طيبة. يعني كم كتاب في الدنيا موجود؟ الله نحن الآن نتكلم وفي عشرات الكتب يمكن أشارك مسابقة يمكن 2000 مليون كتاب نحن بالمناسبة في آخر يمكن بقينا دقيقتين في سؤال في الهاشتاج عندنا للمشاهدين يقول يعني من هم بنو العلات في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي والأنبياء أولاده علات إيش المقصود ببنو علات نحن هذا السؤال للمشاهدين الإجابة الصحيحة راح نسحب عليها وتدخل معانا إن شاء الله في السحب غشش ولا لا لا بدون خليهم هم يتحمسوا بعد الحلقة نرجع نقول إنه الأهداف العلم المعرفة هذه من أهم الأشياء اللي تساعد الإنسان إنه أقل شيء يندمج في الحياة ويعيش في الحياة بشكل صحيح بالزبط. ويخرج من هذه المنطقة منطقة الدعاء والراحة تغيير الأصدقاء أوه. أصدقاء الراحة يعني إحنا مثلا أجد بعض الشباب عنده الديوانية هذه كل يوم لازم ديوانية يعني مش ممكن أنت كمية الوقت اللي بيضيع عليك صدق مرة واحد قال لنا دكتور يقول في صديق لي عنده 8 ديوانيات في الأسبوع قلت له نحن نعرف الأسبوع 7 قال في يوم عنده 2 يروح هنا شوية وهنا شوية يمكن الدكتور قال له واحد عند اللزوم كل يوم حبة كل يوم ديوانية واحد عند اللزوم بالفعل يعني هي مأساة صحيح مأساة فعلا كذلك قضية الرياضة يعني عشان أنت تعيش في سن متقدم انتوا لسه ما شاء الله شباب يعني بندر كذا لسه بيني وبينه بين قريب صح 10 سنين 20 سنه 20 سنه طيب حدود الحلقه اللي تقابلتوا فيها 20 سنه وطبعا في المجد ما في احد يدخل كمذيع اللي يوصل 40 الا انا انت ثابت قبل انت ضد التغيير ما شاء الله تبارك الله الله جميل الرياضه ايش نختم بالمنطقه هذه لان وقتنا انتهى دكتور طيب انا اختم صراحه يعني دائما أركز على موضوع الهدف يعني نحن في الرحين يقال أن فتاة كانت ماشية في طريق فسألت إلى أين يؤدي هذا الطريق قال لها الرجل أنت ماذا تريدين إلى أين تريدين أن تذهبين قالت إلى أي مكان قال لها إذن يؤدي إلى أي مكان فعدم وضوح الهدف وعدم تسجيله وكتابته مش في موضوع في كل موضوع تختار في حياتك كلها جميل يصبغ صبغة جميلة على الحياة وجود الأهداف جميل جدا الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية ما شاء الله. إجابة سؤالنا أيوه اللي هم خلاص أنتوا أخذتوا الإجابة أيوه خلاص نحن بناخذ الآن اللي في الهاشتاج أيوه جاوبوا طبعا الـ 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 الإخوة العلات اللي هم يكون أبوهم واحد وأمهاتهم شتى أيوه هذول يسمونهم الإخوة العلات اسحب لنا علي مين اللي جاوب على الإجابة الصحيحة طيب نخلي إيش رأيك نخلي الضيف عندنا يلا عشان نسجلهم يدخلوا معنا في السحب كده أنا بسوي كده أنت حط يدك يلا دقيقة نبدأ يلا دقيقة
لا لا هذه مشاركة عادية غير الهاشتاج. يلا 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 بسم الله. يلا هذه راجية الغفار، الأخت راجية الغفار أجابت إجابة صحيحة، راح تدخل معنا في السحب. بنو رجل الله. واحد من أمهات شتى. يلا مبروك الأخت راجية. هذا أنت فوزت الأخت راجية الغفار، فازت معنا. لا والله لم أفوزها، هي فازت ما شاء الله، حظها جات على أصبعي. إحنا كل حلقة عندنا فكرة مسابقات الجمهور، سواء باتصال مباشر أو بالهاشتاج حتى يشاركوا معنا ويدخلوا معنا في السحب في اشتراك الفائز. إيش يا أبو عبد الله اليوم؟ اليوم تطبيق هادف، تطبيق معنا. تطبيق هادف نعم. تفضل يا دكتور اسحب. بسم الله. هذه أقول لكم حاجة تسمحوا لي. تفضل. لقاؤكم جميل جدا وبسيط في منتهى البساطة، ما كأنكم تصور تلفزيون ما شاء الله عليكم. وهذا هذا اللي نحن نقصده. والله جميل. أيوة اسم البرنامج حديث الدار. اللهم صل. لما تجلس انت في بيتك في دارك يعني مع اهلك واحبابك، طبيعي انك ما حتعيش الرسميه وال صحيح. طيب ما شاء الله، نحن علي جدا انتهى. يزن من خميس مشيط فاز معنا، هذا خوي اللي فاز بالمسابقه. لا اليوم المباراه مبيوعه كلها، فريق ابو عبد الله اليوم فاز وكلهم حتى الاسئله سهله. شو اسمه، جيبوا لنا بس الصوره على الكيك، انا خايف تطيح علينا. ارفع بس لو طاحت انت المسؤول يا مخرجنا. هذا حبيبنا المهندس اشرف ما شاء الله. يمكن لما دخلت شفته كان مسوي جبيره. اي اي مرضي وعكه صحيه والحمد لله تماثل للشفاء، نسال الله ان يمتع بالصحه والعافيه. ما شاء الله. الزملاء اليوم في المكتب قالوا نحن جايبين ما شاء الله كيكه بهذه المناسبه، ما شاء الله. فنسال الله ان يمتع بالصحه والعافيه.